الفروج المشوي والمحشي الأكياس الحرارية رح تعتمدوها كأفخم وصفة تقدموها لضيوفكم بالعزايم. بالبداية لتتبيلة الثلاث فروجات رح نحتاج نص كوب من اللبن، ربع كوب من صلصة البندورة، ربع كوب من الخل، معلقة كبيرة من الثوم المهروس، معلقة كبيرة من الملح، ومعلقة كبيرة من البابريكا، البهارات المشكلة وبهارات الدجاج والكزبرة والفلفل الأسود، زيت زيتون. قلبتهم كتير منيح مع بعض، بعدين تبلت فيهم الفروجات، تبلتهم كتير منيح وحطيتهم بالثلاجة. هلا رح أعمل تتبيلة الرز المبهر. حطينا بصلة وثوم وبهارات الحب، وحطيت بهارات مشكلة وملح وفلفل أسود ومغلف مرق جاج، وحطيت كوبين من رز البيت اللي هو رز بسمتي حبة طويلة، وقلبتهم مع بعض. طبعا أنا مستخدمي كوبين من الرز، رح أحط مقابلهم نص كوب من المي بس، وبعدين رح أتركهم على نار لحتى تنشف المي، وأحط سنوبر ولوز. هحشي فيهم الفروجات وأترك مجال بالفروجة عشان لما الرز ينفش بطريقة أكتر ما تنفجر معاي الدجاجة. بعدين بسكرهم بالعيدان الخشب وبحطهم بالأكياس الحرارية. بحطهم بصينية كتير كبيرة وبعمل فيهم ثقوب العيدان الخشب وعلى الفرن لمدة ساعة وربع، رح يطلعوا محمرين مأمرين من غير ما تحمرهم، والوصفة بتجنن والجاج دايب دوب وبشهي.